كما استمعنا لهذا اللحن الجميل للفنانة نانسي عجاج، واحدة من أغنيات الفنان الراحل المقيم عثمان حسين. والفنانة نانسي عجاج فنانة تتمتع بحس فني عالي، لأنها اهتمت بالموسيقى من بواكير طفولة، كما أنها تتمتع بتكنيك خاص في الغناء وصوت مختلف وجميل ومميز يعني. ومسامحك يا حبيبي واحدة من الأغنيات الجميلة اللي أبدعت في أدائها. داخل الاستوديو معنا ضيفتنا إسراء عز الدين شبيكة، اختصاصي نفسي للحديث عن احد المواضيع النفسيه. نرحب بك كثير جدا استاذه اسراء، كيف حالك؟ صباح الخير يا لينا، يسعد صباحك، وصباح الخير على كل اللي بيشاهدونا عبر هذا الصباح المختلف. صباح خير على نانسي وين ما كانت، بصوت الشديد الجميل زي ما قلت لك فنانتي، وانا بحبها جدا. نعم. ونانسي قاعده يعني زي ما تقولي كده بتعدي المزاج يعني. نعم، بتاخذك لعالم مختلف. ومسامحك يا حبيبي من اجمل الاغاني وفيها كثير من القيم، وبتدعو لي كثير من المسامحه. حتى ناسي تحت الهواء قلت لك في زعلان مني شويه كده، فانا لما الاغنيه عجبتني ومسامحك يا حبيبي وفيها كل الغيم دي، فبالتالي المفترض الانسان يكون متسامح مع نفسه ومع الاخرين يعني. نعم جميل. احنا هنتكلم طبعا عن ضبط وتعديل السلوك الانساني، لكن قبل ما نتكلم عن ضبط وتعديل السلوك الانساني، من السلوك برضه انه بعد ما تضبط سلوكك وغيرها تكون خلاص اتمتعت بصفات رفيعه وجميله، من ضمنها انك تسامح او تتسامح. والتسامح مفهوم عن نفسي اولا ومع الاخرين، فاذا لو بقيت انسان متسامح مع نفسك تماما هتقدر تسامح الاخرين، هتقدر يعني تسامحهم في اخطائهم ايا كان نوعها، تتجاوزها يعني وتحفو عنهم وتصفي عنهم. نتكلم عن مفهوم التسامح عموما، احنا مقبلين على سنه جديده 2020 يعني، وبدايتها لابد انها تبدا بالتسامح الذاتي ومع الاخرين ايضا. لنا إذا تكلمنا عن ضبط السلوك بيكون التسامح واحد من الركائز الأساسية في مفهوم ضبط السلوك عند الإنسان. وبنلقى إنه التسامح والعفو كويس واحد من الشيم الكرام، يعني بقول لك التسامح والعفو شيم الكرام، وواحدة من أهم الأشياء اللي بتساعد على بعض حل بعض المشكلات، اذا كانت مشكله سياسيه، قبليه، شخصيه، اجتماعيه، حتى الشخص بينه وبين نفسه. فالتسامح والعفو هو من اكثر الاشياء اللي بيساعد على ضبط السلوك الانساني، وبتدي للتراجع وبتدي للايجابيه. السلوك هو نوعين، في سلوك باطني وسلوك ظاهري. السلوك الظاهري اللي هو السلوك اللي بيظهر في شكل التصرفات، اذا كانت مرئيه، تصرفات مرئيه. السلوك الباطني يشمل الافكار والمشاعر، وطبعا دي من اخطر الاشياء، لانه احيانا كثير السلوك الظاهري بيكون دافعه سلوك باطني نتيجه لاحساس معين، انت تصرفتي تصرف معين، نتيجه لتفكير معين انت تصرفتي تصرف معين. فبيظهر السلوك الباطني والسلوك الظاهر قد يتحدوا، واحيانا كثيره بيظهر الاحساس، بحس انه لينا في حاجه ما صح يعني، ظاهر في سلوك معي لكن ما ظاهر سلوك معني، وده بيجي نتيجه للسلوك الباطني اللي هو اذا كان المشاعر او الافكار. ودائما بيكون الكلام ده لينا في الحاجات اللي بتكون بتجرح الزول من جوا، او بتألم الزول من جوا، او بناخذ فكره خاطئه او حقيقيه عن موضوع معين او شخص معين. يعني انا بكون مثلا عندي موقف مع شخص معين جرحني، او حتى تعامل معي بطريقه يعني مختلفه، فالحاجه دي اثرت علي، فبالتالي ظهر السلوك لي انا تجاهه سلوك باطني، اعتبر انه انا زي يعني شويه كده بقيت ما قادر اتعامل معه، الحاجه دي ظاهره لكن هو ما قادر يعرف. ايوه، لانه ما في سلوك عيني، اي ما في سلوك ظاهر، فبالتالي هو السلوك او الاحساس الجلي الاخر ناتج عن سلوك باطن. كويس. لكل سبب، لكل موضوع سبب معين. فبنلقى مثلا الاستجابات في حاجه مسخنه، مجرد انه لمست الهبشه لا اراديا بسحب يدي مثلا، فده سلوك بنقول عليه لا ارادي. في سلوك ارادي يعني وضعي طبيعي، حصل كده حصل كده. نعم. وفي سلوك لا ارادي مثلا من الشخص اللي بي نعم. انا هقاطعك لانه الموضوع حلو جدا، موضوع مهم جدا هنتكلم عنه بس بعد الفاصل، لانه يمكن الساعه الاولى انتهت، ونرجع لمفهوم ضبط وتعديل السلوك الانساني، ونتكلم نرجع لاول نقطه قبل ما نفسر السلوك، نعرف السلوك نفسه هو ذاته شنو عشان المشاهد يكون معنا على متابعه دقيقه. اسراء نرجع عليكي بس بعد الفاصل، انتهت ساعتنا الاولى من صباح الشروق، ساعه ثانيه بعد الفاصل، كونوا معنا.
اهلا ومرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان في ساعتنا الثانيه من صباح الشروق. وقبل الفاصل كنت بتحدث مع دكتوره اسراء عز الدين شبيكه اختصاصي علم النفس عن التسامح وفي محور اخر ضبط وتعديل السلوك الانساني. نرجع مره ثانيه دكتوره اسراء نتواصل معاك ونتحدث عن ضبط وتعديل السلوك الانساني. ممكن تذكرتي يعني انواع السلوك سلوك ذاتي وغيره، لكن خلينا اول حاجه نوضح يعني مفهوم السلوك، ماذا نعني بالسلوك بالنسبه للمشاهد، ونرجع نكمل المحاور. كل الاشياء اللي بتصدر من الشخص نتيجه زي ما قلت لك لافكار معينه او مشاعر معينه او اثارات خارجيه بيعتبر سلوك انسان. اي حاجه بتصدر من الشخص، اي رياكشن، اي رد فعل بيصدر من الشخص بيعتبر سلوك. يعني نقدر نقول ان السلوك متاثر بالمشاعر مثلا؟ مش بس بالمشاعر، بالمشاعر، بالافكار، بالاثارات الخارجيه. يعني ممكن زول يستفزك، هو في النهايه بيرجع فعلا للافكار وبيرجع فعلا للمشاعر، لانه في النهايه هي العمليه كلها عندها علاقه بطريقه تفكير الشخص، اي بطريقه احساس الشخص برضه، دي كلها بتاثر يعني، لكن في النهايه ممكن الاسباب تكون خارجيه، إثارات خارجية مثلا، أو زي ما قلنا تكون حاجات باطنية، أفكارك أو مشاعرك، ودي كلها بتنتج عنها سلوك. مجرد ما نتكلم عن فكرة تعديل السلوك بيخطر على بال المشاهد أو أي شخص السلوك السلبي، يعني زي نعدل من سلوك سلبي لسلوك إيجابي. وطبعا أشهر طريقتين هم طبعا أكيد بكل تأكيد حقيقي وصحيحة، وبيستخدمون خاصة مع الأطفال والمراهقين في الأعمار، بتبدأ من الأعمار الصغيرة اللي هي التعزيز والعقاب. مجرد إنك أنت بتعاقب أو بتعزز فبالتالي بتعدل السلوك، ويمكن دي الطريقة المنتشرة، لكن غيرها في طرق أخرى، وإن شاء الله إحنا بنفرد حلقة عن تعديل سلوك الأطفال. لكن إذا رجعنا لتعديل السلوك عند الكبار، زي ما قلت بيخطر على البال تعديل السلوك من سلبي إيجابي. ما بس كده يا لينا، كمان في تعزيز السلوك. إذا أنا شايفة لينا أداء جميل وممتاز، فأنا ممكن أعزز سلوكها، أي يعني أوريها إنه الحاجة اللي بتحصل دي حلوة، فبالتالي أساعد في إنه لينا يكون استجابتها أعلى، وأرفع من معدل ثقتها في نفسها، وأرفع من معدل إحساسها ومشاعرها فينا، أخليها تدي أكثر. نعم، يعني السلوك ما بس ردة فعل سلبية، ما تغير من سلبي إلى إيجابي، أيضا في تعزيز السلوك، وبرضه في إعطاء سلوك مختلف. يعني أنا ممكن أملكك سلوك إيجابي مختلف بيساعدك في حياتك. فتعديل السلوك بينزل في ثلاثة أطر مهمة جدا، ما بس زي ما قلنا التعديل من السلبي والإيجابي. جميل. طيب نتكلم عن أهمية السلوك في حياة الفرد. طبعا لأنه هو العلاقة الأساسية بين الناس هو التعامل، يعني اللي بيربطنا كلنا مع بعض هو التعامل. فالسلوك مهم لأنه أنت اللي بتتعامل به مع الآخر، فأنا حسب تعاملي معك، العلاقة بيناتنا حميمة، العلاقة بيناتنا حلوة، بيساعدني في تعديل سلوكي. أنا ما بقدر أعدل لي سلوك زول أصلاً هو ما عنده إحساس تجاهي. فالسلوك مهم جداً في حياة الآخر، ومهم جداً في التعامل مع أي شخص، لأنه هو الأساس في علاقة الناس ببعض. يعني هو الرابط الأساسي للعلاقات الإنسانية. أيوه أيوه. أنا لو جيت داخلة وسلمت عليك بطريقة ما حلوة، بعدك بيبدا حسبك انت وحسب شخصيتك بتنتبهي انه اسرادي في شيء ما طبيعي فيها، يعني على غير العاده الليله جات شكلها مختلف او ملامحها مختلفه او طريقه سلوكها مختلف، استجابتها مختلفه، تعاملها مختلف الى اخره. يعني بيبدا الاستنباط والتحليل والتفكير والى اخره على حاجه معينه. يعني فهو السلوك هو الاساس في التعامل، يعني عشان كده شيء مهم جدا. في حين انه في ناس مرات بتكون قاصده انه بسلوك معين تأثر عليك، بسلوك معين تخليك انت تفكر كثير جدا انه انا الانسان ده انا سببت له شنو عشان يتعامل معي كده. الحقيقه بتاخذنا نقطه ثانيه مهمه، انه عمليه يعني ضبط السلوك، كيف بيتم ضبط السلوك عموما؟ من ناحيتين، الناحيه الاولى مني انا شخصيا انه اضبط سلوكي مع الاخرين، والناحيه الثانيه في انه انا اذا كان في سلوك مني بدل اتجاهك متغير ما زي ما كالعادة زي ما ذكرتي سلمت عليك بطريقة مختلفة، كيف انت تقدري تضبطي الحاجة دي جواكي عشان ما تديني ردة فعل برضو تكون مختلفة. وخلينا برضو الحاجة دي نتكلم فيها بمفهوم أكبر وأعمق في الأحداث التي دارت، سواء كان في غرب دارفور الجنين، أو حتى يمكن زي ما شاهدتي وسمعتي عن الأحداث اللي كانت في ليلة رأس السنة.
كان في عدم ضبط للسلوك عموما، يعني سلوك غير اخلاقي من شعب سوداني، من شباب سوداني صنع ثوره سودانيه مجيده يعني. فكان في بعض التصرفات الغير اخلاقيه والغير لائقه. نتكلم عن كيف يتم ضبط السلوك. خلينا نتكلم عن ضبط السلوك. هو ضبط القوى الانفعاليه داخل الشخص، وده السلوك المقصود به، في انه احنا كيف نضبط ذاتنا، كيف يكون في ضبط انفعالي عند الشخص. ودي بتجي بالتدريب، يعني اي زول عنده مشكله في انه هو بحس نفسه انه هو نقوله بالبسيط كده متهور او مندفع او استجاباته عاليه او عصبي او اي حاجه بتضايقه او اي حاجه بتزهجه او اي حاجه بتنرفزه، فيبدا اول خطوه انه يبدا يراجع نفسه. الوقفه مع النفس دي اول خطوات العلاج عند ضبط السلوك، فانك انت تبدا تنتبه، وتبدا تنتبه لحظه رد فعلك. انا ما خلاص عارفه لينا لو رفعت صوتك عليها هعصب، افترضنا مثلا انا لازم ابقى منتبهه، انا هعصب ولا ما هعصب. بمساعدة أخصائي نفسي بنقدر نتخطى ونتجاوز الموضوع ده عشان ما ندخل في برامج علاج وكده. النقطة الثانية اللي هو ما يحصل، احنا بنتمنى السلام للبلد، ويمكن تكون الأحداث كثيرة بورسودان ومناطق على قرب السودان وإلى آخره، في أحداث كثيرة في الفترة اللي فاتت وفي ناس توفوا ربنا يتقبلهم جميعا في الطائرة التي تحطمت وإلى آخره. بنتمنى إنه السودان يعني 2020 تكون فعل حسن عليها، وانه في النهايه دي كل حاجات ان شاء الله هتنتهي. فنحن التعصب والمشاكل القبليه عندها علاقه بضبط السلوك. يعني من زمن الابيي، مناطق كانت قبل كده فيها نزاعات وحروب قبليه، كويس، بسبب تفاصيل معينه معروفه، اذا كان بسبب المرعى، اذا كان بسبب حاجات مختلفه كثيره. يعني بنلقى انه ضبط السلوك هو الاساس في الموضوع، يعني بالذات المشاكل اللي عندها علاقه بالتعصب والمشاكل القبليه. فانا قبل قلت لكي انا ما بقدر اعدل سلوك شخص ما لم اكون انا بالنسبه له قريب منه. فدائما المشاكل الحياه زي دي قاعده تحصل، الناس بتفتش الاجاويد او اقرب، خاصه المشاكل اللي بتحصل المشاكل القبليه، او اقرب الحاجات الحلول. احيانا الفكره العسكريه او احيانا المشاكل السياسيه بيلجؤوا لها لفكره ضبط السلوك. وفي مختصين كثيرين جدا في علم النفس مختصين بالجوانب دي، فتخصص اساسي فيهم، فهم دائما الناس قاعده تلجأ لهم. بالنسبه للاحداث اللي حصلت في راس السنه، يمكن يا انت برضه قلتي هذه الجمله، شباب سوداني حقيقي. المشكله احنا زي ما قلت دائما الوسائط، ونزل يمكن في الفيس وفي التيك توك وفي الواتساب والى اخره، وانتشر كالعاده. سلوك فردي يا جماعه، سلوك فردي من أشخاص. أنا لو حسبته يمكن ما يتجاوزوا 50 شخص، لكن للأسف يتعمم على بقية الشباب. وفي الشباب اللي صدى للسلوك ده، كويس. الحرية أبدا ما بتعني همجية، إنه تصرفات شاذة وتصرفات مريبة، كويس. وأبدا دي ما الحرية إن الناس ماتت عشانها ويتكلمت عشانها. وأنا أصلا برفض أصلا أنا أتكلم بالفهم ده، يعني ليه أنا أتكلم أصلا أو أحاول أرد على حاجات بفهم؟ دي الحرية اللي أنتم دايرينها. إحنا قبل الحرية وقبل السياسات وقبل الحكومات وقبل الثورة وقبل الإنغاز وقبل كل شيء، إحنا كسودانيين مسلمين عندنا عادات وتقاليد ما بتسمح لنا نتجاوزها. إحنا قبل كده تكلمنا عن العادات السودانية، وتكلمت أنا قلت أغلب العادات السودانية الموجودة هي مبعوثة من الدين الإسلامي، أساسا من الدين الإسلامي. عندنا احترام الكبير، وعندنا قدسية المرأة، وعندنا عدم التجاوز. إذا كان في بعض الأشخاص، سواء كانت بعض البنات أو الأولاد، يتصرفوا أي تصرفات، لبست لبس معين، هو تصرف تصرف معين، هو كله ما مقبول عندنا. كويس. لكن في النهاية ماشي يعمم، وما بنقدر نقول حريات شخصية. ليه؟ لأنه نحن عندنا ضوابط اجتماعية يا لينا. حريتك الشخصية تكون في نطاق مكانك، عاداتك وتقاليدك، كويس، في مناسباتك، في حاجاتك، لكن انت ما بتطلع للشارع العام، كويس، لأن انت بتستفز الشارع العام بس بالشكل ده. يعني يمكن غير 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 الحوادث دي برضه كان في يعني تلاشق بالمياه على الطرقات العامة، كان في قفل للشوارع من الشباب. لكن أنا برضه بأكد على كلامك بأنه نحن لما نتكلم عن الفضيلة، عن الأخلاق الإنسانية والسودانية تحديدا، ما بنحتاج لقوة عليا عشان تتدخل عشان ما تنظم أخلاقنا، المسؤولين عن تنظيم أخلاقنا دائما. فدي حاجة اللي هي يعني المفروض الناس توعى عليها. نحن نتكلم عن ثوره وعي، ثوره شباب يعني. عندنا سودانيين في بلاد متحرره يمكن يعملوا الدايرينه، لكن من القوم ملتزمين بحاجات ضابطين نفسهم في المساله. هو في ضبط نفسي حاصر، وفي ضبط لسلوكهم. المساله مساله بتاعت مبدا، المساله مساله بتاعت تربيه، المساله مساله بتاعت سلوك.
انا لياتو مدى بقدر اسمح لنفسي، وانا ذاتي فهمي شنو ذاتي اللي فكره الحريه دي. الحريه دي شنو هي اصلا؟ يعني الحريه هي لبس مثلا، ولا الحريه هي افكار، ولا الحريه هي سياسات؟ هي الحريه شنو اصلا النادوا بها يعني طيله السنه صحيح. الماضيه يعني نحن محتاجين نقيف مع نفسنا حتى في شكل نظرتنا وتعميمنا لسلوك الاخر. بس انا ما بدي نفسي الحق في انه بسلوك معين اعممه على الشباب ابدا. كويس، في نفس راس السنه دي في ناس شغالين كانوا تبع منظمات، وفي ناس كانوا شغالين بيساعدوا في ناس، وفي ناس كانوا بيقفوا في عرباتهم بينقلوا الناس، دي كلها سلوكيات صحيح. في نفس الوقت اللي كان بتحصل فيه حاجات تانية كثيرة، وفي اللي بيقدر يقدم أي شيء كويس عمله، يعني اللي بيقدر حتى يصدر المشكلات الحاصلة دي ويبعد الناس من بعض وما يكون في أي تراشق بالكلمات أو بالأيادي أو إلى آخره. فالسودان أكبر من الكلام اللي بيقولوه ده، والشاب السوداني أكبر، وحتى السودانية الأصيلة الكنداكة أكبر من الكلام والفرق اللي قاعد تحصل دي كلها، وده ما الأساس، دي ظواهر اللي كله قاعده شواذ جانبيه. نعم، ظواهر شاذه جدا، وحصلت بالمناسبه وقاعد تحصل، وقبل هسي وقبل مساله الحريه وقبل المساله دي كسلوك قاعد يحصل كثير من المناسبات، كثير في الاماكن العامه احنا بنشوف لبس فاضح وبنشوف لبس خليع وبنشوف، وفي النهايه قاعدين نقول دي حريه شخصيه للبيت السين من الناس اللي هي اذا عملت بالطريقه، لكن ما في الطرقات العامه وما في ليله راس السنه. طيب، حتى بنشوف يعني بنشوف يعني مثلا حتى في راس السنه كنا في بعض المناطق بنشوف يعني في بتشوفي المناسبات الخاصه، بتشوفي في المطاعم بتشوفي، لكن في النهايه هي سلوك شخصي. انت انا شخصيا بقول ده سلوك شخصي، لكن ما حاجه كانت قلنا جابوها مثلا الناس الحريه، ولا قلنا جابوها ناس الثوره، لا موجوده من زمان. بحس يعني المساله قاعد يختلط الحبل بالنابل الناس كثير، الناس بيعمموا، الناس واعيه، ما محتاج انه يعني ما تخيل ليله يعني يتم نسب احنا عندنا سلوك معين لجهه معينه معناها الناس هتصدق. الشيء المهم السلوك السوداني اصبح تجاه العالم بصوره معينه، فلما تجي فلتات زي كده او تفاصيل زي كده او حاجات مستفزه زي الحاجه دي بتغير صوره الاخر تجاهها. ما هي نفس الوسائط دي خلت يعني يتعرف السلوك الانساني والانسان السوداني. نعم، نفس الوسائط دي، فهي نفسها الهسه قاعده تنقل الحاجات. هي تعرف بتغير المفهوم لما احنا نديها اهتمام كبير جدا زي ما حصل، يعني نديها اهتمام كبير ونحاول نحن يعني نوصي لها ويحصل ترند لها وكده وتصل أيوة. للعالم بالصوره السلبيه اللي احنا ما عايزينها. انا بطلنا شهيره متجاهله تماما، لان دي حاجه بسيطه زي ما قلت شاذه، ما بتتناسبنا، اعتبرها حاجه هتعدي وخلاص. طيب، من هذه الاحداث ومن الحديث اللي دار بيني وبينك والكلام الجميل اللي انت ذكرتيه، هل انا بقدر من خلال سلوك ايجابي انه انا احرج انسان سلوكه سلبي؟ يعني مثلا ردة فعل معينة منه بسلوك سلبي، أنا أتعامل لا بسلوك مختلف، سلوك مغاير، سلوك محترم، وسلوك جميل بيليق بي كإنسانة، بيليق بي كسودانية، بيليق بي كنداكة وغيره، فأقدر أحرجه بسلوكه ويتغير سلوكه تماما، يعني بقدر أنا أغير فيه بسرعة. هو ده الضبط الانفعالي اللي أنا يعني يمكن مريت عليه وكده أثناء كلامي. ده الضبط الانفعالي هو كيف إنه يكون عندك ضبط، مستوى من الضبط الانفعالي، تقدر يكون الرياكشن بتاعك منطقي او فيه نوع من البرود او فيه نوع من التكنيك، عشان انت يعني ما تنجرف ورا. مثلا اذا افترضنا انه نقاش، مهم جدا انه يكون عندك ضبط انفعالي عشان ما تنجرف وتاخذ ياخذ منحى ثاني. مثلا شخص يعني شخصيته كده متعود يسبب بعض القلق او بعض الاستفزاز للاخرين بطريقه كلامه باسلوبه بافكاره الى اخره، برضك محتاجين ضبط انفعالي عشان التعامل مع الاخر. عموما طريقه التعامل مع الشخص اللي امامك هي بتتطلب كثير من المهارات عشان يكون عندك ضبط لسلوكك انت، لانه يا لينا طبعا الكلام ده ما مطلق، لانه مرات الزول بيكون زهجان وقرفان ومضايق ما بيقدر يسيطر على نفسه، لكن احنا نتكلم في العموم. في العموم يعني انه مفترض الشخص يكون عنده قوه ضبط انفعالي داخلي كبيره جدا عشان انت ما يحصل لك استثاره لسلوك الاخر اللي بيكون قدامك. نعم، احنا ذاتنا مرات قاعدين يعني نضع الاعذار
يعني نضع الاعذار للناس اللي احنا قريبين مننا، الناس اللي بنحبهم، الناس اللي معاشريننا وعايشين معاهم سنين وسنين، يعني ما يحصل منهم سلوك مفاجئ كده، فبنضع عليهم العذر انه الانسان يبدو انه بيمر بظروف معينه او ما تكون حاصله له حاجه، فما طوالي انا بلومه وبحاسب. احنا انا بصدي على الاستاذ معتصم وبقول له يا ليله فقدناك، صباح الخير عليك وربنا يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. هسي لو في يقول لك ضيق الحياه والمعيشه والناس وظروفهم هي اللي بتخلي الزول يعني يلقى نفسه انه ما طايق ويصدر عنه سلوكيات كثيره، وانا بلسان وبقوله وفعلا هي دي جزء ممكن تكون من المعاناه اللي بيعيشوها الناس، نضع على بتاثر على يعني. سلوكهم بتاثر على سلوكهم على طريقتهم وتعاملهم مع الناس يعني. نعم بتاثر على السلوك، لكن سلوك بيكون مؤقت يعني ما دائم، الانسان طوال ما يكون في حاله سلوك. سامحك يا حبيبي. اي ففي تسامح. ايوه عارف مره واثنين وثلاثه، لكن ما هو طوال يطمع في النهايه. ايوه طيب انا كيف ممكن اقدر اغير السلوك؟ يعني كيف يمكن تغيير السلوك؟ ذكرت نقطة انه بالتدريب تغيير السلوك. انا بتكلم يعني الشخص اللي بيصل مرحلة انه يلقى نفسه دائما يعني رد فعله ممكن تكون مبالغ فيها، مؤثر على شغله، مؤثر على دراسته، مؤثر على علاقته بالاخر، ده معلش يجي جاي لاخصائي نفسي كويس يساعده في خطوات معينه. لكن بصوره عامه الحاجات المنطقيه البسيطه اللي احنا بنقدر نقولها اي شخص ممكن يقدر يعملها براه هي ضبط النفس، محاسبه النفس. في اول موقف يحصل لك بتقعد كده مع نفسك وبتقول انا عملت كده ليه؟ او انا استفدت شنو؟ او الهدف من كده شنو؟ بعدين لو ما انت يا لينا عندك احساس بانه انت تألمتي عشان انت ضايقتي زول، انت ما بتقدري يحصل لك مراجعه لنفسك او ضبط لنفسك. شوفي الموضوع ده عادي، او شوفي الشخص اللي قدامك ده بيستاهل كويس. فدي جزء مهم جدا. حاجه ثانيه بالتدريب، كل ما يحصل موقف خلاص حصل وانتهى ما قدرت عملت حاجه، بجي بعمل يعني ممكن يكون عندي احنا بنقول عليه جدول، بعمل جدول ببدا احسب كم موقف في خلال الشهر سلبي كم موقف ايجابي كويس. كل ما حل القى نفسي انه انا بدات الايجابي اكثر بلقى نفسي انا ماشي في الخطوات الصحيحه، ببدا محاسبه دقيقه جدا لسلوكي وتصرفاتي وطريقه تفكيري. الحاجه المهمه تغيير الافكار، الاهم تغيير الافكار انه دائما انا اخذ حسن النيه في الحاجات، افكر يعني انا في النهايه بعد الموقف ده كله المفترض يحصل شنو؟ يعني انا حاصل لشنو مثلا؟ النتيجه شنو؟ حستفيد شنو؟ ابدا افكر بطريقه مختلفه. النقطه المهمه جدا برضو هو انه انت لما تتخطي في مواقف مرات الزول زاد ويمشي بحل الاستثارات. يعني اكون عارفه لينا دي مثلا زوله شويه اجريسيف وزوله تعامله شويه بايخ وكده، انا اقوم اجيها لحد عندها ابعد تماما من الحاجات اللي ممكن تصير لي. عندي مثلا مشكله في البيت احاول اتعامل بطريقه تستفز الاخر فيقوم. المشاكل الاسريه وبالذات المشاكل مع الزوجات والازواج برضه ممكن تكون سبب في انه الناس تبدا سلوكها يتغير ويطلع الشغل او تطلع الشغل متضايقه وزهقانه وتتعكس في تعامله مع الناس والواحد ما يلقى نفسه ما يلاقي نفسه يعني. فبرضو الناس كل ما تقعد وتتصافى وتتسامح وتتناقش وتحلحل المشاكل اول باول وما يكون في تراكمات برضو دي جزء مهم جدا في انك انت تقدر تساعد في تعديل سلوكك، لانه انت بالتالي بركت من دائره الضيق والضغوط النفسيه. فبالتالي بيحصل لك شنو؟ تعديل بسيط بسيط لسلوكك نتيجه لانك انت قعدت وحليت مشكلتك. فمواجهه المشكلات، تغيير الافكار، ضبط النفس، انك تقعد مع ذاتك، انك تبتعد من الحاجات المثيره، دي كلها خطوات ممكن تساعدنا في انه نحن كثره التفكير السلبي. التفكير الكثير مشكله. يعني في ناس بتفكر بطريقه مبالغ فيها وكل ما يفكر الشخص كل ما يفكر كثير في الحاجه بطريقه سلبيه كل ما يمشي لدائره اضيق وبالتالي بياثر على نفسياته بسبب له ضغط نفسي وبالتالي بتظهر في شكل سلوك. سلوك جميل. انا هسألك سؤال غريب شويه، هل السلوك معدي؟ السلوك ما معدي، لكن ابدا ما معدي السلوك، لكن السلوك ممكن ياثر فيك. يعني جاور السعيد تسعد بس يعني انت في النهايه لو انت قعدتي مع ناس حلوه وفرفوشه وناس سلوكها حلو ايوه انت حتى لو متضايق بتبقى كويس. لو قعدت لك مع زول نكدي وكلامه مسيخ وتفاصيله غير انت حتتاثري وحتتضايقي. انا بالمناسبه من الناس اللي بتاثر بسلوك الناس اللي حوله. فبس يعني دي الفكره الاساسيه. فعلا لو في تنشن في جو عام وكده بتحس بنفسك انك انت برضه متضايق ما بتقدر تعمل حاجه. حقيقي. لما تقعد مع ناس روح حلوه، ناس جميله، منظور مختلف وايجابي للحياه، انت بس برضه يكون عندنا دور. يعني انت لو قعدت حتى مع انت ممكن انت تغير منه تحاول ايوه تحاول تغير الوضع، لكن في ناس طبعا شويه بكون كل الابواب مسكر يعني. نعم. حاجه اخيره دكتوره يسرى، يعني نحن في 2020
قبل انت ذكرت نقطه انه الانسان لما سالتك عن كيف يعني يتم تغيير السلوك في مره في نقطه معينه الاولى تكترين ده طوال يمشي لاخر ساعي مع ابتسامه كده خفيفه فالسؤال انه هل ما زال مفهوم عدم تقبل الطبيب النفسي موجود؟ احنا في 2020 يعني، ولما يقول لك طبيب نفسي ما معناه انه انا مريض نفسيا او انه انا مجنون او انه انا يعني بعاني من حاجه، لا، بينما الطبيب النفسي ده بيساعدني في حياتي بصوره ما عاديه يعني. في كان وعي يعني قبل ما تكملي، كان في وعي شبابي كبير جدا لعدد من الشابات من ضمنهم تسنيم البرهومي، انا هنا بحييها كوتش تسنيم، لانه هم يدوا المجال للسيدات يحكوا عن تجاربهم النفسيه. نساء مؤثرات مروا بظروف نفسيه معينه قاسيه لكن قدروا يتخطوها، فكانت تجربتهم تجربه ملهمه في واحده من الورش المختلفه يعني في القاعات لجميع النساء. فدي باعتبار انها معالجه مباشره في مكان معين، لكن مفهوم انك تبشر الطبيب لحالك وتقعد وانه تحكي له وكده، هل ما زلنا نحن لسه معقدين في الحته دي ولا لا المفهوم تغير حقيقي تمام؟ لسه حقيقي وجابه واضحه كده في ابتسامة لسه لدرجه كبيره جدا يعني. احنا ممكن هسي انا اتكلم لك عن تجربه شخصيه، انا اي شخص بيعرفني انت دكتوره اخصائي نفسي انا والله يسرع عندي مشكله طوالي اي زول انا ممكن الاقي عندي مشكله، لكن هسه انا لو قاعده في عيادتي هو ما بيجيني هو ما بيجيني كويس. فاحنا بقي يعني لسه يعني يمكن احنا فردنا مره واحده حلقه وان شاء الله حيكون عندنا حلقه عن التأكيد يعني اهميه الاخصائي النفسي في حياتنا والى اخره. لسه نحن بعيدين لانه رابطينه بالجنون، لانه حتى الثقافه الاجتماعيه عندنا لسه مختلفه. انا قاعده الوم دائما دور الاعلام بعيده جدا عن طريقه التوعيه والثقافه. الجسم بيمرض والنفس بتمرض. كم مرض النفس كعب شديد كويس، ومرض النفس بياثر على الجسم لانه ممكن يمرض الجسم. واغلبيه الامراض الجسميه عندنا حاجه اسمها الامراض النفسيه الجسميه، وقبليه تكلمنا عنها من الضغط والسكري والقولون العصبي وامراض المعده والى اخره، دي كلها امراض نفسيه جسميه. جسميه هي امراض جسميه بتظهر امراض بتظهر في شكل عضوي، لكن هي في النهايه نفسيه المنشا. فدي كلها اشياء عندها علاقه بوجود الاخصائي النفسي او الدكتور النفسي في حياتك، ومهم جدا يا لينا. وكميه الضغوط اللي بيتعرضوا لها البشر كافيه جدا بانه كل شخص يكون عنده كل 6 شهور اخصائي يمشي له او 3 شهور يحكي له عن تفاصيل حاجاته. وفي حاجه يا جماعه اسمها اسرار المهنه، وفي حاجه اسمها قصب، وفي حاجه يعني في حاجات كثيره جدا. بالاضافه انه مستحيل الطبيب ياخذ معلوماتك دي يمشي ينشرها في مشاكل المخدرات، المشاكل الزوجيه، المشاكل الاجتماعيه بصوره عامه، العادات السيئه، الضغوط النفسيه، دي كلها محتاجه لاخصائي نفسي لينا. كثير يعني من المواضيع المحتاجه لكل زول فينا يكون عنده يعني قدره على الحاجه دي. وانا بحيي اسامه السيد احمد، يمكن قبل يومين عمل تقرير عن اهميه الاخصائي النفسي، والتقرير ده يعني شايفه فيه شير له كثير وتفاصيل الناس بدات تتكلم عنه. اول ميس كان نزل في قناه الجزيره عن اهميه الاخصائي النفسي وجوده في حياتنا، مهم في حياتنا يعني. نتمنى انه الناس تكون واعيه تمام بانه زيارتك للطبيب النفسي ما معناه انه انت حنفرد حلقه ان شاء الله. أيوة. يا ريت يا ريت نتكلم. طيب انا شعبت الموضوع باعتبار انه دي اول حلقه في 2020. سؤال ثاني مهم جدا جدا، بما انه نتكلم عن السلوك، سلوك معين يعني مرات تلقي الزول ينفعل بصوره كبيره جدا، ده سلوك يعني بقوم بقول خلاص جيبوا له كوبايه ليمون بارده اشربها فبتغير المودك. نتكلم عن بعض الأطعمة باعتبار انها هي نصائح للمشاهد، هل في أطعمة معينة ممكن تغير من مودية، تغير من سلوكية، وتغير من فكرية يعني مثلا؟ شوفي، هي المشاكل الهرمونية كلها بالذات عند الإناث بتساعد في الاستثارات العصبية وبتساعد في المشاكل الضغط النفسي، وبالتالي بتأثر في بعض الأيام الصحية في الشهر بالنسبة للمرأة بترفع من نسبة الاستثارة عنده وبالنسبة للإحساس عنده، وبالتالي بتكون هي برضو أكثر عرضة. في برضو بالنسبة للمرأة بصورة خاصة بتمر بفترات كثيرة يعني، وصعب جدا 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 منها الحمل، منها الرضاعة قبل الحمل أيوة، في منها الحمل نفسه ومشقته، منها الرضاعة، منها الولادة، منها كثرة الالتزامات كأم، مفترض ترتب بيتها، تربي عيالها، تقريهم، تعمل الأكل إلى آخره، التزامات كثيرة جدا، فبالتالي هي عليها ضغط كثير، فبالتالي هي أكثر الناس استثارات، وبتلقى إنه سلوكها وممكن يكون سلوكها ببساطة ما مقبول لدى الزوج لما تعصب أو تضايق أو أو أو. فبالتالي إحنا بنحتاج نحتوي السلوك عند الإناث تحديدا، خاصة الأمهات والمتزوجات، نحتويه بمعنى إنه نتقبله ونوري إنه نحن مقدرين الحاجة دي، مش نبدأ ننتقد يعني أنت ليه بتقولي كده، وأنت ليه أسلوبك كده، وأنت ليه طريقتك كده. يعني لو أنا خديت
الرجل نفسه في الحته اللي هي مخطوطه فيها هو ممكن يكون رد فعله اكثر. نعم. لكن في بعض السلوكيات المهمه اثناء الغضب او الضيقه والزعل اللي هي معروف عنها حتى في السنه النبويه، انه اذا واقف تقعد تشرب كوبايه مويه، لانه بيقول لك الماء تطفي الغضب، اي بتطفي، والغضب من الشيطان، فبالتالي الماء ممكن تطفي الغضب. التربيت، بعض اللمسات، يعني انت لو زعلانه انا مسكت يدك ممكن تهدي. كويس، لو خدتك في حضني ممكن تهدي. كويس، حدك وتاني امسكه ومعلش يا لينا وحقق علينا. بعض الكلمات، بعدين الاحساس بيصل يا لينا، الاحساس بيصل. كويس، مفترض انه الشخص اللي بيتعامل معاك يكون قريب منك. قبل انا يعني قلت لك ما في شخص بيقدر يعدل سلوكك ما لم يكون شخص قريب منك. دي قاعده ثابته. الاحساس بيصل، والاحساس هو في النهايه بيطفي جزء من احساسك ومشاعرك. تفهم الموضوع نفسه اللي انت زعلان منه، خصائص الشخص نفسه، اذا كان هو مراهق، اذا كان هو طفل، اذا كانت هي مرأة، اذا كان هو رجل، عنده خصائص. يعني ما انفع مثلا يعني شخص مثلا مراهق او ولد مراهق او بنت مراهقة اجي انا اقول لها كلام معين، ما حتتقبله، ما حتستوعبه. مفهوم فهم خصائص الشخص نفسه هي بتساعد في تعديل سلوك الشخص او استيعاب سلوك الشخص او احتواء سلوك الشخص. ففي حاجات كثيره انت بتتعاملي مع الاشخاص اللي قدامك مفترض تكوني ملمه بها. نعم. لكن انا لسه مصره اعرف انه هل في حاجات معينه ممكن نتناولها وتتناولها السيده؟ لانه بقول لك يعني بدل في الفتره اللي احنا بنتحدث عنها اللي بتمر بها والهرمونات، المراه بتكون مرتفعه وتعاني من مشكلات نفسيه كبيره جدا، تحتاج لاحتواء، شوكولاته، ما بعرف في شنو، في اشياء ما هي عندها علاقه بشنو، هي بترفع مثلا الاندرين اللي هو مثلا اللي هو الهرمون المسؤول من السعاده. مثلا ايوه، مثلا انا اكلت قطعه شوكولاته بترفع لي الهرمون بتاع السعاده. نعم. مثلا اكلت حاجه معينه بترفع لي هرمون السعاده، بالاضافه لحاجه اللي انا بحبها، يعني مثلا احب الكيكات وبحب الجلاكسي جدا، فانا لو زعلانه جبت لي كيكات وجلاكسي ببقى مبسوطه. يعني عرفتي الحياه اللي بتحبيها دي جزء برضه من الحياه اللي ممكن تاكليها وانت بتحبيها. جيت اصالحك جبت لك مثلا حاجه معينه انت بتحبيها خاصه. في ناس ما بيحبوا الاكل، انا من الناس اللي ما قاعده تحب الاكل يا لينا. كويس، لكن حاجات مربوطه مباشره ان انا لو اكلت كده حيتعدل سلوكي، لا، السلوك مربوط بالافكار. لكن في حاجات انت لو اكلتيها ممكن تبعث السعاده وترفع هرمون السعاده في، لكن هي ذات عشان ترفع الهرمون محتاجه انك تكوني بي ريلاكس، يعني محتاجه انك تكوني انت اصلا عصبيه ومتوتره وعصبيه وكذا. دكتوره سلام، انا اتبسطت جدا اليوم برفقتك في موضوع ضبط النساء بيزعلوا الانساني. بيزعلوا بسرعه، ما من العليهم نديهم العذر. استثاراتهم عاليه. استثاراتهم عاليه. نصائح اخيره في مفهوم ضبط السلوك سريعا للمشاهد. مهم جدا زي ما قلت نعرف خصائص الشخص اللي قدامك للتعامل معه. مهم جدا نبعد من الاستثارات، الحاجات اللي بتضايقنا وبتزهدنا وبتخلي مساله السلوك حقنا تبقى في الجانب السلبي. مهم جدا نقيف مع نفسنا كثير كثير جدا. احيانا يا لينا بتكرر نفس السلوك 1000 مره. مع العلم انك انت عارف السلوك ده ممكن يسبب لك مشاكل. كويس، او مشاكل خاصه مع الازواج، ولكن بيكرر نفس السلوك، وده يدل على حاجه معينه انه الشخص اصلا ما وقف مع نفسه في انه يعدل سلوكه او يغير سلوكه. نبعد من الإثارات، حنفضل نقول الدين التعامل، وحنفضل نقول إنه إذا عايز تمتلك قلب أي بني آدم فإنت يبدو إنك تعامله كويس. ونقول كم يوم كاتباء إنه للقلب 1000 باب، والألف باب فيها المودة وفيها الرحمة وفيها الحب وفيها التقدير وفيها الاحترام، ودي كلها سلوكيات أي شخص بيتمنى إنه يتعامل حلو، فبالتالي إنت عامل حلو عشان تتعامل حلو. يعني أنا شاكرة لك كثير جدا دكتورة إسراء عز الدين شبيكة، اختصاص علم النفس، على هذه المساحة المهمة حول مفهوم ضبط السلوك. شكرا جميلا لك. شكرا يا لينا، ويسعد صباحك ويسعد صباح كل اللي بيشاهدونا، ونتمنى نكون ادينا جرعة بسيطة كده في تعديل السلوك. لا، دي جرعة كبيرة.